نستقبل بقى مع حضراتكم توني شوماخر، طبعا أسطورة الكرة الألمانية وحراسة المرمى الحقيقة على مدار فترة طويلة جدا، ومش بس في ألمانيا الحقيقة، يمكن واحد من أهم الأسماء في عالم كرة القدم على مدار الأجيال المختلفة في طبعا حراسة المرمى. توني شوماخر أهلا بيك على شاشة الأهلي، وبشكرك طبعا على وجودك معنا في السادسة. بمناسبة طبعا إنك واحد من رموز بايرن ميونخ أو بايرن ميونخ، خليني أسألك، ويمكن كان في مواجهات كتيرة جدا جمعت بين النادي الأهلي اللي حضرتك ظاهر على شاشته دلوقتي وبين بايرن ميونخ الألماني، آخرهم طبعا المواجهة الرسمية في بطولة كأس العالم للأندية، كان انطباعاتك إيه عن النادي الأهلي، وكان رأيك إيه في مستوى حارس مرمى طبعا محمد الشناوي؟ بكل تأكيد كان لم أعرف لاعبين كثيرين، ولكن هناك لاعبين جيدين جدا جدا ممتازين، لاعبة رائعة في مصر وفي النادي الأهلي. محمد شناوي حارس قوي، حارس كبير، أنا لاحظته ورأيته في بطولة كأس العالم الأخيرة، كأس العالم للأندية. عندما نرى إنجلترا وفرنسا والمنتخبات الكبيرة أيضا يمتلكون لاعبين جيدين، هناك مدارس ومدارس للناشئين وتدريب من وقت لآخر لخلق لاعبين جداد أو جددي يستطيعون الالتحاق بالفرق الكبيرة والمنتخبات الأولى والفرق الأولى. ديدا، تشيفتشينكو، باولو مالديني، امبروزيني، دونادوني، وسيدورف، وغيرهم من الاسماء اللي حفرت الحقيقه للميلان قاعده جماهيريه عريضه جدا في العالم كله الحقيقه، وكان الجيل ده جيل مكتسح قادر ان هو يوصل دايما لمنصات التتويج وخصوصا كمان على مستوى اوروبا. منهم النهارده هيشرفنا واحد من نجوم واساطير الكره الايطاليه، سواء مع منتخب ايطاليا كلاعب او الاي سي ميلان او ايضا كمدرب من المدربين تولوا مسؤولية المنتخب الإيطالي. ضيفنا النهاردة في السادسة هو نجم الكرة الإيطالية روبرتو دونادوني، أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى من وجهة نظر دونادوني في البطولة. إذا أنت تريد أن تعلم أفضل مدرب في البطولة، صعب جداً صعب جدا أن أقوم، كلهم زملائي وكلهم أصدقائي. أقول لك روبرتو مانسيني قام بعمل كبير جدا في المنتخب الإيطالي، وساوث جيت مدرب إنجلترا قام بعمل كبير مع المنتخب الإنجليزي. أنت تشاهد إنجلترا هي نسخة قوية لها. لكن إذا كنت تريد، نريد أن أقول لك شيء مهم جدا، المدرب القوي من وجهة نظري هو المدرب القادر على خلق روح في الفريق وأن يفوز بالبطولة في النهاية، الفائز بالبطولة سيكون الأفضل. روبرتو دونادوني بشكرك شكر خاص جدا على موافقتك على الظهور معنا، أنت بالنسبة لي واحد من النجوم المفضلين وواحد من اللعيبة اللي بتنتمي لجيل مش ممكن أبدا ننساه، حببنا مش بس في الميلان لكنه حببنا كمان في الكرة الإيطالية، وكان الكالتشو ده لسنين طويلة جدا هو واحد من أهم، إن ما كانش بالفعل كان أهم وأقوى بطولة دوري على مستوى العالم. خلينا نرحب رانغهيلد لوند،
مؤلفة كتاب طبعا عن ليفربول وسفيرة ليفربول زي ما قلت لحضراتكم. بداية طبعا بشكرك على وجودك معنا، وخليني ارحب بيكي ترحيب خاص جدا لانك اول سيدة تظهر معنا على شاشة النادي الاهلي في فقرة سكايب. اهلا بيكي معنا. اشكركم على استضافتي، انا احب مصر، مصر فمصر بلد جميلة. فالبداية أنا كتبت هذا الكتاب منذ 12 عاما عن ليفربول. أنا مشجعة ليفربول منذ زمن بعيد. أنا تكلمت مع مسؤولين وتكلمت مع جمهور وتكلمت مع المشجعين من بلدتي. فليفربول بالنسبة لنا أكبر من كونه نادي طبيعي. ليفربول هو مكان وبيت ننتمي له، هو يحوي كل ذكرياتنا. فبالتالي قمت بتأليف هذا الكتاب بالتشارك مع لاعبين من ليفربول ومسؤولين من ليفربول. فهذا هو البورتري أو الغلاف الأخير للكتاب، يتضمن محمد صلاح، وهذا كان أمر رائع بالنسبة لي. لما أتى محمد صلاح لمدينة ليفربول كان هذا الأمر ليس مستصاغا عندنا، ولكن عندما أتى به يورغن كلوب وانضم محمد صلاح لعائلة وأسرة ليفربول كان الأمر رائعا بالنسبة لنا. فبالطريقة التي يلعب بها ليفربول كانت تناسب محمد صلاح جدا. محمد صلاح أحرز، ظل يحرز العديد من الأهداف. محمد صلاح أدى أداء مذهلا كان لا يصدق في بداية الأمر. لديه الذكاء ولديه السرعة ولديه كرة ممتعة بين قدميه. فمحمد صلاح ليس مجرد لاعب، فأعتقد أن كثير من الأندية الإنجليزية لم تكن محظوظة بأن تنال بأن يكون لديها لاعب مثل محمد صلاح. خلينا ناخد رأي واحد من نجوم الأرجنتين، سيرخيو باتيستا نجم كالياري السابق طبعا، وكان بالمناسبة مدرب منتخب الأرجنتين اللي درب اثنين من نجوم أرجنتين وبي اس جي، دي ماريا و ليونيل ميسي، هيكون معانا على شاشة الأهلي في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية أهلا بيك وبشكرك على قبولك الدعوة ووجودك معانا في السادسة على شاشة الأهلي. بداية بس أنت كنت مع، أنت قمت يعني قمت بتدريب ليونيل ميسي وشارك تحت قيادتك في منتخب الأرجنتين في دورة العالم الأولمبية في بكين، لكن خليني آخذ رأي وجهة نظرك في انتقاله أساسا للبي اس جي. أنت كنت مع هذا القرار ولا ضده؟ أنا طبعا حظيت بفرصة إن أنا أدربه مع المنتخب الأرجنتين الأول. طبعا أعتقد إن ميسي سعيد بانتقاله من برشلونة. هو ما كانش عارف في البداية إن هو، وأنا نفسي ما كنتش متخيل إن هو يقدر يرحل، لكن دي مسألة هو كان يعني قررها، لأن هو كان في القرار كان في إيد برشلونة يمكن أكتر، كانش في إيده إن هو يستمر. لكن هو في الآخر راح نادي يمتلك فيه أصدقاء كتير، وهيبدأ إن ليونيل يبحث عن أهدافه العظيمة اللي بيبحث عنها وهي تحقيق الشامبيونز ليج مع باريس. خلينا نروح لفولفيو كولوفاتي طبعا، نجم الإنتر ونجم الميلان السابق وصاحب لقب كأس العالم اللي اتحقق مع إيطاليا سنة 82 في أسبانيا، جيل عظيم الحقيقة. حقق كأس العالم أو لقب كأس العالم لإيطاليا سنة 82، وده واحد من طبعا أفراد الجيل ده. خلينا نرحب بيه. في البداية يهمني طبعا بعد ما بشكرك طبعا على شرف لينا أنك تكون موجود معنا على شاشة النادي الأهلي، بشكرك على وجودك معنا في السادسة. شكرا لكم، مساء الخير على جماهير قناة النادي الأهلي، وفخر وشرف لفولفيو كولوفاتي الظهور على قناة ثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات على مستوى العالم. الأهلي فقط يتخطى ريال مدريد وقد خطف اللقب من الميلان. لهذا أنا محظوظ لتواجدي على قناة النادي الأهلي اليوم. أتمنى في يوم من الأيام البطولة التي تنقص النادي الأهلي فقط كأس العالم للأندية، لأن أعلم أن الأهلي الأعظم في أفريقيا وفي مصر وفاز بطولة أفريقيا 10 مرات. ضفنا في السادسة بيجمع بين الاثنين، الإيطالي ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر، هو ضفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بداية أهلا بك على شاشة النادي الأهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسة. مساء الخير على الجميع، شكرا لكم.
بمناسبة وجودك على شاشة النادي الأهلي، والنادي الأهلي مقبل على مباراة يمكن الأهم في الموسم الحالي، هي مباراة نهائي بطولة دوري الأبطال اللي هو بالمناسبة في نفس الوقت حامل اللقب. يعني مدى معرفتك بالكرة المصرية والنادي الأهلي بشكل خاص؟ الأهلي بالطبع فريق معروف ومشهور في أوروبا، يجب أن نقول أنه الفريق الأشهر في العالم العربي وقارة أفريقيا. الأهلي لديه 9 ألقاب أفريقية للشامبيونز ليج، ولديه العديد من البطولات المحلية المصرية. الفريق الثاني تتويجا بالبطولات في العالم بعد ريال مدريد. الأهلي هذا العام سيلعب يوم 17 من يوليو أمام سود أفريقيا. أتمنى أن الأهلي سيقوم بعمل سيناريو كما رأيناه العام القادم القادم ممكن، وأتمنى أن يسجل الأهلي في نفس السهولة ونفس السيناريو الذي صنعه أفشا. ليس صعب تشجيع فريق بعظمة النادي الأهلي. الأهلي هو الأعظم في العالم العربي. كاكاو هو ضيفنا النهاردة في السادسة من خلال فيديو كونفرنس. بداية طبعا أهلا بيك على شاشة النادي الأهلي في السادسة، طبعا دي لقطات من أهم أهدافه مع شتوتغارت. برحب بيك مرة تانية ومشرفنا طبعا على شاشة النادي الأهلي. شكرا جزيلا، سعيد جدا بوجودي معكم عبر قناة الأهلي، سعيد بوجودي معكم، أهلا وسهلا. طيب بوصفك طبعا كنت مهاجم لمنتخب المانيا وشتوتغارت، لو بصينا حتى على فرق الدوري الالماني يمكن اكثر المهاجمين تميزا مش المان، ليفاندوفسكي من بولندا وايرلينج هولاند من النرويج، مين من المهاجمين في فرق الدوري الالماني المختلفه شايف انه ممكن يكون في صداره المشهد من وجهه نظرك؟ سؤال جميل. أعتقد ليفاندوفسكي يلعب منذ أعوام ومحافظ على مستواه الرائع، يظهر بشكل جيد، لاعب عظيم، أحسن مهاجم لرقم 9، هو أحسن مهاجم رقم 9 في العالم. هالاند أيضا، دعنا نتحدث عن هالاند. هالاند لاعب خرافي خارق، لاعب قوي في هذا الوقت. أعتقد ليفاندوفسكي استطاع أن يحافظ على مستواه ويجمع خبرات متتالية من إحراز ألقاب، فهو الأفضل من وجهة نظري. لكن فيما يتعلق بمهاجمين ألمان، مين الأبرز من وجهة نظرك على مستوى الدوري الألماني أو الفرق الألمانية؟ أعتقد بالنسبة كمهاجمين ألمان في الوقت الأخير يمر بأزمات صعبة، ليس لدينا لاعب مهاجم قوي ألماني قوي في هذا الوقت. لا أستطيع جنابري على سبيل المثال، ولكنه توماس مولر هو مهاجم صريح، وجنابري ليس مهاجم صريح، ولكن هم يمتلكون قدرات هجومية قوية رائعة. لهذا السبب أرى توماس مولر هو أفضل مهاجم في هذا الوقت. كاكاو بشكرك شكرا جزيلا، شرف لي أنك تكون موجود معنا على شاشة النادي الأهلي في السادسة، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للماكينات الألمانية طبعا في مشوارها في اليورو. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول.